اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الوزن الزائد اللي كيوصل الى حد السمنه، شنو الاسباب ديالو وقتاش كنبداو نتكلموا على ماشي فقط غير وزن زائد وانما السمنه. هذه كلها نقاط ان شاء الله غادي نتكلموا عليها اليوم رفقه الاستاذ محمد الحليمي اللي هو اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، والاهم انه غادي نتكلموا على الكثير من الانواع ديال الحميات او لا الريجيم اللي كيطبقوه الكثير من الناس دون استشاره طبيه او لا تحت اشراف ديال اخصائي في التغذيه. ليش كيؤدي هذا الامر؟ هذه كذلك امور ولا نقاط اللي غادي نناقشوها دائما رفقه الاستاذ محمد الحنيني ضمن حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. مرحبا بكل اسئلتكم، وارقامنا هي 05 22 46 75 51 او 52 او 05 22 43 00 09، والا عن طريق رقم 5080. كنذكركم دائما في اول رساله او للاس ام اس اللي غادي تبعثوا به ما تنساوش كتكتبوا كلمه بصحه اس ا اش ا، تخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. ثمن الاس ام اس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشر من بعده طبعا في حلقه اليوم برنامج صحه وسلامه. خليكم معنا على مد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. من جديد كنرحبوا بكل الاوفياء في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه. كيف ما شرنا موضوعنا اليوم على الوزن الزائد اللي كيوصل الى حد السمنه، هذا بالاضافه للكثير من الانواع ديال الحميات اللي كيعملوها الكثير من الناس. اليوم غادي نتكلموا عليها كذلك رفقه الاستاذ محمد الحليمي اللي هو اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه علاجية. مرحبا بكل اسئلتكم اللي هي كتعلق بموضوعنا اليوم، وارقام التواصل معنا 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09. ما تنساوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080 في اول اس ام اس كتكتبوا كلمه صحه اس اش ا، تخليوا فراغ صغير وكتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080 وان شاء الله نجاوبوا عليه في الحلقه ديال اليوم. معنا على الخط الاستاذ محمد الحليمي. صباح الخير واهلا بكم استاذ. تحية اختي عفاف، تحية للمستمعين الكرام، تحية لفريق العمل، ونتمنى ان شاء الله عطلة موفقة للجميع، وان شاء الله نتمنوا ان الناس يكونوا شوية في الطرقات تحقق حوادث سير كثيرة، الناس يردوا البال، وان شاء الله نتمنوا السلامة للجميع ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله الصحة والسلامة في برنامج صحة وسلامة، هذا ما كنتمناو لكل الأوفياء. أستاذ محمد الحليمي، لما كنتكلموا على الوزن الزائد اللي كيوصل إلى حد السمنة، ربما الأعراض هي كتكون واضحة وظاهرة. الغريب في الأمر أنه مؤخرا ولا في السنوات الأخيرة يعني ما بقتش السمنة وذاك الوزن الزائد حكر على الناس اللي كيتقدموا شويه في العمر او في السن، من حيث بدينا كنشوف واحد شريحه كبيره من الناس اللي العمر ديالهم مازال صغير، وخصوصا حتى عند الاطفال. عند الاطفال بدينا كنلمسوا بزاف هذا المشكل. شنو الاسباب والعوامل ديالو كاخصائيين استاذ محمد الحليمي اش كترجعوها؟ نعم، اولا هذا التغيير نتمنى ان المستمعين الكرام كاملين يكونوا ردوا له البال، لحقاش واحد التغيير كبير كبير جدا. لما نتحدث عن السمنه، وانا شخصيا لما يكون الموضوع السمنه وهذا هوس السمنه، يعني المسائل اخطاء كبيره جدا ترتكب في المستوى ديال التعامل مع هذه الظاهره هذه. الو قبل ما نتحدث بالتفصيل على السمنه، نعطيو بعض الاحصائيات اللي هي احصائيات ديال 2013 بالنسبه للوضعيه ديال المغرب بالنسبه لهذه الظاهره هذه. الو احصائيات من منظمه ومن مؤسسه معروفه في 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 في, في المغرب تقول ان 10.3 مليون مغربي بالغ يعانون من السمنه او تظهر عليهم مؤشرات السمنه، من بينهم 63.1 من النساء، و 3.6 مليون مغربي من مجموع هاد المهددين كاملين بالسمنه معنيون بالسمنه المفرطه. لحقاش غادي نشوفوا شنو هي الزياده في الوزن، لحقاش مصطلحات تختلف علميا. الزياده في الوزن شنو هي؟ السمنه الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه. يعني 3.6 مليون مغربي من هاد الناس معنيين بالسمنه المفرطه، يعني كيحسوا هما كيحسوا بانهم فهاد السمنه المفرطه. ونسبه السمنه المفرطه يعني المفرطه والمرضيه كنقول يعني قاتله، يعني كتعطينا امراض مباشره، ارتفعت في المغرب طوال 10 سنوات معدل ما يناهي 7.3 سنويا. يعني هذه ارقام، ولكن احنا كاخصائيين التغذيه كنشوفوها ارقام مهوله. علاش؟ لان دائما نقول في الاحصائيات كاين الرقم والرقم الاسود، يعني دائما موجود هذاك الرقم الاسود اللي هو كيكون احتمال انه يكون اكثر من هذوك النسب هذه. الوغ لما نتحدث عن السمنه غادي نشوفوا التعريف، غادي نشوفوا التشخيص، غادي نشوفوا الاسباب، وغادي نشوفوا النتائج، وغادي نشوفوا طريقه التعامل مع هذا، وهذا هو الاهم، هو الطريقه ديال التعامل. الوغ بالنسبه للسمنه كتعريف، السمنه كتعريف، الانسان عندنا احنا في الجسم ديالنا خلايا دهنيه، يعني خلايا دهنيه. الوغ السمنه هي زياده في عدد الدهنيات الموجودة في جسم الإنسان، لا سكريات ولا بروتينات ولا الأفكار الأخرى، زيادة في نسبة الدهون.
الوغ نسبة الدهون والخلايا الدهنية من حيث العدد ومن حيث الحجم، واخا هادشي علاش كنشوفوا ماشي غير في اوروبا امريكا، ولينا حتى انا شخصيا كاينين حالات اللي عندهم 130 140 يعني واحد الشكل اللي هو مهول جدا. الوغ زياده في الحجم وزياده في العدد كتعطينا سمنه، يعني معنات مع التعريف المبسط هو ان السمنه زياده الدهون في الجسم. علاش انا بغيت نعرف السمنه من الاول باش نعرفوا شنو طريقه التعامل، لان زياده في الدهون معنات ان الطريقه الوحيده والاوحد هي اننا نحرقوا هذوك الدهون. كيفاش نحرقوا هذوك الدهون؟ هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه. الوغ شنو الاسباب؟ غادي ندوز الاسباب من بعد غادي نهضروا على التشخيص. الاسباب عندنا احنا في الجسم ديالنا ميزان، انا نعطي مثال باش المستمع الكريم يعرفه. عندنا واحد الحوض ديال الماء كندخلوا له 1000 متر كوب، يعني 1000 متر كوب يعني مكعب. الوغ هذا 1000 متر مكعب كندخلوه لذاك الحوض، كنخرجوا منه 500 متر مكعب. الوغ شنو غادي يوقع لنا؟ الصبيب اللي كيدخل داك الديبي اللي كيدخل لا يعادل الدب اللي كيخرج. شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع فيضان في ذاك الحوض. هكا الجسم ديالنا، الجسم ديالنا عندنا ذاك البالونس ذاك الميزان، ولينا كنعطيوه اكثر ما كنخرجوا منه. الوغ فاش كنعطيوه شنو هي؟ هو الاكل. فاش كنخرجوه هي الحركه، هي الحرق. يعني لا يمكن، انا غنعطي بعض المؤشرات باش الناس لما يدخلوا لشي موقع لما يمشوا عند شي شخص إلا كان هاد المؤشرات من ضمن هذوك المبادئ اللي عطاهم يعرفوا بأن الحمية حمية فاشلة. كاين بعض العناصر اللي غادي نتحدثوا عليها. من ضمن الأسباب سوء التغذية، ودائما أقول سوء التغذية ما معناتوش قلة التغذية، ماشي دينيتريسيون، لا مال نيتريسيون، يعني سوء التغذية، سوء التعامل مع الغذاء. سمنة تعتبر سوء التغذية، نحافة تعتبر سوء التغذية. سوء التغذية لا في النوع ولا في الكم ولا في الكيف ولا في الزمكان، يعني الزمن والمكان اللي ولينا كناخذوا فيه هذا. كذلك قله الحركه، بعض الاضطرابات النفسيه، وهادشي كامل غادي نشوفوه بالتفصيل، منها لو ستريس، منها اللي ولا عندنا لادرينالين الكورتيزون، ولا الانسان بشكل يعني يومي، ولا عندنا لو ستريس ادمان على هذا لو ستريس. المعلومات الخاطئه اللي كتعطى، واخا غياب تام للسياسه الوقائيه، وهذا هو الخطا. دائما اقول لما كيكون عندنا واحد فويد في المنزل خصنا نوقفوا ذاك روبيني داري، خصنا نحبسوا المشكل. ما عندناش سياسه وقائيه، ومشكورين نتوما على هاد المعلومات اللي كتعطيو للمستمع الكريم. علاش؟ لان غياب تام، اقول تام، في الحق الاعلامي ديال السياسه الوقائيه من هاد الظاهره هذه. والمساله الاخرى هي الامراض، يعني احنا لا نتحدث عن الامراض، لكن بعض الامراض اللي ممكن تسبب زياده في الوزن بحال الامراض ديال الغده الدرقيه، بحال السكري النوع الثاني، هادو ما كنتحدثوش عليهم. كذلك قله النوم، وبعد التقاليد، انا كنعرفوا التقاليد الصحراويه عندهم بعض الكريتير ديال ذاك الجمال عندهم، هذه حتى هي غادي نتحدثوا عليها. كذلك قله النوم، الوراثه. والوراثه دائما اقول عفاكم، ما نتهموش ذاك الوراثه دائما هي السبب. الوراثه كتبقى تقريبا 20 30%، يعني ذاك الجان اللي مسؤول على السمنه ممكن اننا ما نفيقوش بهذا المفهوم مبسط بواحد ليجيان دو في الحياه اليوميه ديالنا. وكذلك كاين فرق بين الذكر والانثى، وهذه طبيعه بشريه. علاش؟ لان الانثى الله سبحانه وتعالى عطي هذاك الجسم مؤهل انه فتره الحمل، فتره الولاده، فتره الرضاعه، يعني طبيعي جدا ان الاحصائيات اللي تحدثنا عليها تكون النساء اكثر من الرجال، مع العلم اننا غادي نتحدثوا على واحد السمنه ديال الرجال، وهذه السمنه خطيره هي ذاك الكرش اللي كتكون عندنا. واحد استاذ محمد الحلمي، انه الاتصالات ديال المستمعين الكرام كثيره في هذا الموضوع وكيتسناو طبعا الاجابات، اذا سمحتي نتواصلوا معهم. سمحتي استاذ، بالنسبه للاتصالات نبغي نعرف عفاكم الوزن والطول والعمر، واش كاين مشكل مرضي؟ نعم، ناخذوا اول مستمع معنا هذا الصباح، ابراهيم من طنطان. صباح الخير ابراهيم. ابراهيم الى سمحتي الراديو اللي حداك طفيه ولا بعد عليه ورجع تواصل معنا. مرحبا عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي اختي، تحيا الدكتور اللي معك. مرحبا ابراهيم، اهلا وسهلا. اختي انا سائق شاحنه. نعم مرحبا. وطالع سائق شاحنه غير الماكله والناس ولا الماكله والطريق. نعم. والكرش ديالي كتكبر اختي. واخا سي ابراهيم، شحال في العمر ديالك؟ عمري 58 سنه. واخا شحال الوزن ديالك دابا؟ شحال واصل؟ شحال من كيلو؟ 75. 75، وشحال عندك في الطول؟ 1.60 متر. نعم. ما عندكش شي مرض كتعاني منه ابراهيم؟ لا اختي، ما عنديش اي مرض الحمد لله.
واخا. طيب انت دابا عندك المشكل غير في الكرش ديالك، قلتي ان الكرش ديالي كتكبر، وغاتشي نصيحه من الدكتور الله يجازيك بخير. واخا ان شاء الله نجاوبوك ابراهيم، شكرا لك تواصلتي معنا من طنطان ومرحبا باسئله كل المستمعين الكرام. 0522 46 72 50 51 او 0522 43 00 00 والا عن طريق الرقم 5080. ربما ابراهيم هي النقطه اللي يلاه شرتي ليها استاذ محمد الحنيمي، اللي هي خاصه بالسمنه ديال الرجال، ربما كتكون في مناطق معينه، واش البطن او الكرش واحد منهم؟ نعم، اولا بالنسبه لبعض الرجال اللي كيقولوا بان الوزن ديالهم هو وزن عادي، مع العلم ان داك لا ريبارتيسيون، داك التفريق ديال الدهون في الجسم الانسان هو تفريق غير صحي. هنا غادي نتحدث على جوج نقط. اولا النقطه الاولى هي ان لا وجود، عفاكم باش نوضحوا المسائل، لا وجود لغذاء ينقص الوزن على مستوى الارداف ولا على مستوى الوجه ولا على مستوى البطن. هذه عفاكم اخطاء علميه بعض الناس اللي هما في المجال كيقولوا هذه المسائل هذه. يعني اذا بغيت ننقص انا الوزن ديالي خصني ننقص، نكون عندي واحد النظام تغذيه. يعني ما كاينش واحد الغذاء كينقص لنا الدهون من الارداف ولا من اليد ولا من ما عرفتش انا منين، داكوغ؟ الوغ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية مسألة السمنة ديال البطن. حنا كنعرفوا دائما التوازن والقياسات. الوغ الرجل البالغ خصو متر وجوج سنتيم يعبرها من السرة ديالو حتى للسرة، يعني هذا تول دو تاي متر وجوج سنتيم. المرأة خصها تكون 88 سنتيم. الوغ الشخص إذا شاف راسو ديباسا هاد القياسات هذه من على مستوى البطن، يعرف بانه دخل في مشكل ممكن يعطينا سكون ابيشنيت سندروم ميتابوليك ولا متلازمه الايض. ممكن يكون عنده ارتفاع الكوليسترول، ممكن ارتفاع ثلاثي الجليسيريد، الشحوم الثلاثيه، ممكن يكون عنده مقاومه ولا بدايه مقاومه الانسولين، داكوغ؟ هذه مساله الريزيستانس الانسولين ولات كتظهر مؤخرا، والسبب ديالها هو ذاك الكرش اللي بعض المرات كاينين شي ناس كيعتبروها عندها اعتبارات اجتماعيه اخرى هي لا علاقه لها بهذه الاعتبارات هذه. يعني صحه الانسان فوق كل اعتبار، داكوغ؟ لان كان بعض المرات كنقولوا حنا بعض المصطلحات في المغرب بان الكرش علامه ديال شي حاجه، الوغ هذه المسائل عفاكم نحافظوا على الصحه ديالنا. دائما نقول الصحه ديالنا هي ذاك الوساده الناعمه اللي كانت نعسوا عليها فاش كنوصلوا لمرحله الشيخوخه. الوغ بالنسبه للاخ تقريبا البي ام اي ديالو ولا الاي ام سي غادي نشرحوا هو 29.3، داكوغ؟ 29.3. وهنا غادي يجبرني الحديث انني نتحدث على التشخيص. الوغ التشخيص شنو عندنا حنا بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال كاينين دي كورب، وهاد لي كورب متوفرين في الدفتر الصحي ديال الاطفال، غير ما كنتيروش انتباه للناس ليهم. الوغ كاين اللونين اللي هما معروفين، الغوز والبلو بالنسبه للطفل، والذكر والانثى كاينين في الدفتر الصحي. ممكن ان الام بطريقه بسيطه تراقب الوزن ديال الطفل ديالها. بالنسبه للكبار التشخيص شنو هو؟ نتحدث عن لي ام سي، لانديس دو ماس كوربوريل، او البي ام اي بالانجليزيه، او مؤشر كتله الجسم بالعربيه. شنو هو هذا مؤشر كتله الجسم؟ كنشدوا الوزن ديالنا وكنقسموه على الطول في الطول بالمتر، داكوغ؟ الوغ المستمعين الكرام عافاكم هذه سهل نحفظوها. كنشدوا الوزن ديالنا، مثلا شخص الطول ديالو متر وسبعين والوزن ديالو 70 كيلوغرام، كنشدوا 70 كنقسموها على 1.7 مضروبه في 1.7، كتعطينا واحد الرقم. دابا بالنسبه للاخ الرقم ديالو هو 29.3، ستادي غادي نشوفوا لا سيتياسيون ديالو في ذاك الفورشيت ديال الاي ام سي. الوغ لما كتكون اقل من 18.9 هنا كنتحدثوا على نقصان في الوزن، داكوغ؟ لما كتكون بين 18.9 و 24.8 ولا 24.9 نتحدث عن الوزن العادي. لما كتكون بين 24.8 و 30 هنا زياده في الوزن، 30-35 السمنة الدرجة الأولى، 35-40 السمنة الدرجة الثانية، و40 فوق هي السمنة الدرجة الثالثة والسمنة القاتلة. ألوغ الشخص السي إبراهيم خرج من الزيادة في الوزن ودخل في السمنة الدرجة الأولى، وهذا هو الخطير. ألوغ الناس اللي شوفور ديال الكاميوات ولا الطاكسيات، هاد الناس هادو كنعتمدوا عليهم هنا في الحياة اليومية ديالنا، داكوغ؟ ألوغ نتمنوا لهم السلامة، لكن عافاكم ردوا البال لهذيك الوجبات اللي كتاخذوا في الطريق. علاش؟ لأن من ضمن الأسباب اللي قلنا هو سوء التغذية. وسوء التغذية شنو هي؟ حيت مستحيل أن الشخص، نعطيك واحد المثال أستاذ عافاك، شنو هو؟ هو أن كاين بعض الشخص اللي كيمشي كياخذ واحد الوجبة، وجبة خفيفة. هذوك الوجبات الخفيفة فيها سعرات عالية جدا، علاش؟ باش يحسنوا المذاق ويحسنوا ذاك النكهة ديالها. 600 كالوري،
زائد 500 كالوري اللي كناخذو عند داك الفريت اللي كياخذوه، زائد 140 لذاك الكاس ديال المشروب الغازي كياخذ جوج كيسان هي 280، كنوصلوا ل 1380 تقريبا، 1400 سعره حراريه. 1400 سعره حراريه راه وصلنا للحاجيات، تقربنا للحاجيات اليوميه. هذه كناخذوها في وجبه واحده، ما نقولوش راه عندنا زياده في الوزن. علاش؟ لان هذه مسائل عاديه، يعني كتعطي الجسم ديالك وما كتحرقش. الوغ انا اللي غنصح هاد الاخوان هادو انهم اولا يتبعوا الحلقه لحقاش غنعطي واحد النقط مهمه جدا، ثانيا انهم يردوا البال للماكله ديالهم والحركه ديالهم، ناكل على حسب الحركه ديالي. نعم. نعم، غنرجع لك مازال استاذ محمد الحليمي اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه في حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه، وان شاء الله مازال غنتواصلوا مع كل المستمعين الكرام ونجاوبوا على تساؤلاتهم. فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده، خليكم معنا. السمنه هو مشكل صحي راجع لزياده الدهون في الجسم بشكل كبير، بحيث ان الانسان كيعطي الجسم ديالو دون ما كيحرق، واللي كتبان عند البالغين كيف ما بدينا كنشوفوها للاسف مؤخرا عند الاطفال بشكل كبير. ولان الوقايه دائما هي خير من العلاج، فنمط العيش ديالنا هو مرتبط كذلك بالتغذيه. هنا التغذيه كنتكلموا عليها في الكم، في الكيف، في النوع ديال الغذاء، حتى في الزمان والمكان اللي اختارينا ناخذوا فيه هذه الوجبه. ما نساوش كذلك ممارسه التمارين الرياضيه والحركه اللي كنحرقوا بها ديك الزيون طبعا الدهون الزائده اللي كنعطيوها للجسم ديالنا، فهي مهمه جدا. ودائما كنشيروا على ان ممارسه التمارين الرياضيه فهي القاعده وليس الاستثناء. طبعا الجسم اللي كيكون صحي وكيكون متوازن هذا هو الاساس وخالي من المشاكل الصحيه اللي كتبان عند الانسان مستقبلا. كانت هذه فقط نصيحة اليوم. على مد غاديو اللي دعا القريب منكم في برنامج الصحة والسلامة، مرحبا بكل تساؤلاتكم. اليوم موضوعنا على الوزن الزائد اللي هو وصل حد السمنة، مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. نشوفوا نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، ناخذوا رضوان هذه المرة على الخط من مدينة أكادير. صباح الخير رضوان. صباح الخير لالا. مرحبا بك. الله يبارك فيك أختي. أهلا وسهلا، مرحبا. شنو هو السؤال؟ الله يبارك فيك. السؤال ديالي هو أنا أختي دابا غليظ بزاف. نعم، شحال الوزن ديالك يا رضوان؟ تقريبا واحد 160. 160 كيلو، نعم. شحال عندك الطول؟ شحال في الطول؟ تقريبا متر و65. نعم، كاين شي مشكل صحي سي رضوان كتعاني منه؟ ايوا ديبي ديابيت. نعم، واخا، ومتبع الحمد لله دابا عند طبيب على المشكل ديال البداية ديال داء السكري. لا ما متبعش، ولكن متبع مع واحد الدكتور ديال الحمية. نعم، واخا. شحال هذه المدة باش بديتي متبع معاه؟ تقريبا شي شهر هذا. شهر، واخا. كاين شوية شي نتيجة بديتي كتشوف شي حاجة ولا مازال؟ إيوا كان هو قال لي بأن عندي تقريبا 40 كيلو ديال الشحمة في الكرش. نعم. دابا بحال مشات منها 3 كيلو 6 كيلو من الوزن العادي. واخا، هذه في ظرف شهر سي رضوان. نعم، واخا. وطبعا حنا كنشجعوك لانه الحمد لله على الاقل الانسان يواظب على هذه المساله. واضح استاذ الحليمي، ولكن شي سؤال رضوان؟ داكوغ، بغيت غير نعرف من الاخ غير باختصار يعطينا المبادئ ديال الحميه اللي كيتابعوها. واخا سي رضوان. الحميه عندي هو الخضار. داكوغ، واخا. شحال تقريبا شحال العدد ديال الوجبات اللي كتاخذ في النهار سي رضوان؟ تقريبا جوج. داكوغ، بغيت غير نسولك عافاك، بالنسبة لك تاخذ الحمية ديال الخضر، محيد اللحوم، محيد الخبز، محيد كل شيء. أي دابا محيدة كاع اللحوم الحمراء كاملة ما كايناش. داكوغ، ولا الخبز شنو كدير في مسألة الخبز؟ الخبز كناخذ تقريبا واحد النص ديال الخبزة ديال النص ديال الخبزة صغيرة في النهار كامل. غادي نسولك سؤال اخر عافاك، ممكن انك تعيش بهذه الحميه طول حياتك؟ نقدر، انا ما كيهمنيش، انا الا ما شفتش ما ناكلش. داكوغ، غادي نجاوب. نعم، شكرا لك يا رضوان، تواصلتي معنا من مدينه اكادير. وربما الحاله ديال رضوان استاذ محمد الحليمي هي اللي شرتي لها في البدايه ديال الحلقه، قلتي راه ما بقاش حكر على اوروبا وامريكا، كنشوفوا ناس اللي واصلين ل 140 160 كيلو. رضوان اليوم حاله. نعم، رضوان هو حاله من مدينه اكادير، قال في الوزن ديالو 160 كيلو، الطول ديالو متر 65. نعم، تقريبا 58 عنده كيلوغرام على متر، كيلوغرام باغ متر كار، يعني 58 دخل في السمنه المفرطه. لكن علاش سولت انا هذه الاسئله هذه؟ باش يعرف حتى المستمع علاش سولت انا ذاك السؤال اللي سولت. قلت له واش ممكن انك تعيش بهذه الحميه هذه؟ الوغ شنو كيوقع؟ كنحلوا مشكل بمشاكل. هذا هو الخطا اللي كنديروا، خطا كنرتكبوه هو ان كنحلوا مشكل بمشاكل. فعلا
السمنة مشكل، لكن احنا الطبيعة الإنسانية، طبيعة الإنسان هو أنه لا يحب التعب ودائما الإنجاز. شوف الله سبحانه وتعالى الإنجاز، لما كنبغيو الأجر في رمضان خصنا داك شوية ديال التعب في اليوم باش أننا نوصلوا. لما المرأة الحامل تبغي تولد، الولادة والجنة تحت أقدام الأمهات، ماشي غير جو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات. الطفل إلا بغيناه ينجح في البكالوريا بمعدل جيد خصنا كما كنقولوا بهذا المصطلح ديالنا نتكرفصوا العام كامل باش أنه يوصلنا لهذاك المعدل الجيد. يعني شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا أن الإنجاز خصو عمل، واخا دائما كتعمل العمل وكتحط دائما قدامك 50% ديال الفشل و 50% ديال النجاح، ودائما النتيجه الجيده باش دائما النتائج من بعد واحد التعب كنحسوا بالقيمه ديالها. بحال واحد الشخص جمع واحد القدر من المال، هو بالاتعاب ديالو كيحس بالقيمه ديالو حتى الله سبحانه وتعالى كيبارك له فيها. انا بالنسبه للاخ انه كيتحدث على انه كياخذ غير الخضار والخبز كياخذ واحد الكميه اللي هي قليله جدا. الو هذا خطا فادح. علاش؟ لان الاسس ديال الحميه ماشي هي هذه، ماشي هي هذه. داكوغ؟ الو الاسس ديال الحميه تعتمد على بعض النقط اللي هي اساسيه. شنو هي اساسيه؟ انا غنعطي بعض النقاط. الا مشاو الناس لشي موقع ولا مشاو عند شي شخص، إذا كانت هذه النقطة موجودة في هذه الحمية، أنا ما كنقولش أنا كنعطي الرأي ديالي والطريقة، لأن هذه المسائل كاين الناس اللي كيجيو من الإنترنت وكيحطوا داك الشيء كما قلت أستاذ عفاف كوبي كولي. حنا كنعتمدوا على التجربة، عندنا أشخاص اللي عندهم 150 و130 و140، يعني الناس وصلوا أنهم يحطوا الوزن ديالهم بطريقة صحية جدا. وأقول واحد النقطة، هاد الأشخاص هادو تقريبا 90% جربوا جميع الطرق. 90% ديال هاد الناس اللي كيجيو عندنا جربوا جميع الطرق وما وصلوش للحل. الوغ اولا شنو هي؟ الحمية اللي كتركز على واحد الغذاء معين، مثلا خذ مثلا الشاي الاخضر، خذ الشاي الاسود، خذ هذه كتنقص الوزن. هذه حمية خاطئة. يعني ماشي غير الشاي، جميع الاغذية الحمية التي تركز على واحد الغذاء او لواحد المجموعة، بحال الاخ قال انه كياخذ غير الخضر، هذا خطأ. علاش؟ لان كنحرموا الشخص من الطاقة، لان الشخص خاصه طاقة، وحتى الدهون باش تحرق خاصها عناصر. الجسم يحتاج سكريات، دهنيات، بروتينات، عناصر طاقية وعناصر غير طاقية، الاملاح المعدنية، الفيتامينات والماء والالياف الغذائية ومضادات الاكسدة. هادشي كامل خاصو يكون في النظام الغذائي اذا اردنا ان نقول ان هذا النظام الغذائي هو النظام الصحيح. قلنا اولا الحمية التي تركز على واحد الغذاء معين هذه حمية خاطئة، كذلك الحمية التي تقصي واحد الغذاء او واحد الطعام. وفرق كبير بين الغذاء والطعام، حكيم بعض الناس حتى في المجال ما كيفرقوش بين ما هو شنو المصطلح الغذاء وشنو الطعام. الغذاء هو ذاك الاكل اللي كناكلوه ما يمكنش الانسان يعيش به. الطعام، وحتى القران الكريم وفي القران راه كاين فرق، الايات اللي مذكوره فيها غذاء والايات اللي مذكوره فيها طعام. يعني مثلا التمر هو طعام، الخيار هو غذاء. داكوغ؟ على هذا الناس، بعض الناس راه ما كيعرفوش هذه المصطلحات هذه، ردوا البال. إذا مشينا للقرآن الكريم غادي نعرفوا الفرق بين 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 هذه. الوغ هذا ماشي الموضوع. الوغ الحمية التي تقصي غذاء أو طعام معين، الحمية التي تركز فقط على الرياضة هذا كذلك خطأ، الحمية التي تقصي الرياضة هو خطأ، الحمية اللي كتركز على الأعشاب كذلك خطأ، والحمية اللي كتجاوز 3 كيلو 4 كيلو في الشهر هي خطأ. الو اي حميه باش نحطوا المستمع الكريم في الصوره، اي حميه، لان الناس العديد من الناس لقاو الجواب ديالهم في هذه العناصر هذه. الو الحميه اللي كديباسي 3 كيلو 4 كيلو باغ موا، يعني كيلو في الاسبوع، هي حميه خاطئه. علاش؟ لان عندنا سكون ابيشن اللي في يويو. شنو هو يويو؟ هو الانسان لما كيتابع، لان مستحيل مستحيل انك تكون راكمتي 15 كيلوغرام على طول واحد 10 20 سنه وتجي عند واحد الشخص ويعطيك اوهام ويعطيك وعود بانك ممكن تنقص هذا الوزن في واحد شهر ولا شهرين. مستحيل. انا اقول هالمساله غير منطقيه، الانسان غير يفكر شي شويه. لحقاش؟ علاش؟ الجسم ما كيعرفش الوزن المثالي، وانا لا اركز على هذه المساله، لان الاوزان كاين الوزن المثالي، كاين الوزن الحقيقي، وكاين الوزن اللي كيحس براسو الشخص فيه باللي راه اون فورم. كاين اللي الوزن المثالي ديالو هو 70 كيلوغرام، ولكن كيقول لك انا 68 ولا 60 عاد كنحس براسي مزيان. الوغ انت خصك تضطر انك تتعامل معاه توصلوا الوزن اللي يحس براسو باللي، والوزن عنده واحد التاثير مباشر على الثقه في النفس. واخا الثقه في النفس عندها علاقه مباشره مع الوزن. هادشي اش كنقولوا الناس يحسنوا الوزن ديالهم باش يكون عندهم واحد الثقه، سواء كان الطفل باش يكون عنده واحد المردود في الدراسه ديالو. علاش؟ لان الاطفال ولاو كيسمعوا مصطلح الغليظ بزاف، يعني كيكون في المدرسه كيقولوا له الغليظ، وهذا المصطلح تخيل هذا المصطلح شنو كيدير في النفسيه ديال الطفل. كذلك الكبار
كيبقى واحد المشكل، لان كاين بعض الناس للاسف للاسف كتلقى مشكل في لو ترونسبور، كيلقى مشكل كاين بعض الحالات اللي شفتهم انا مول الطاكسيات ما كيبغيوش يهزوا هاد الناس هادو. الوغ باش ما نوصلش انا لهاد الحاله وهاد النتائج هادي، الوغ ما نديباسيوش عفاكم هذا الحدود ديالنا، نديروا بعض النظام اللي هو نظام غذائي وغادي نتحدثوا عليه ان شاء الله يا ربي بالتفصيل. نعم، الى سمحتي نتواصل مع باقي المستمعين الكرام. دائما استاذ محمد الحليمي اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وما تنساوش اوفي انا طبعا تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080 في اول اس ام اس كتكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا كتخلوا فارق صغير وتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. معنا فاطمه الزهراء هاد المره من مراكش. صباح الخير فاطمه الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كي دايره عليكم؟ شكرا الحمد لله. عندي وجه ديالي داك الوالدي وكتعصب بزاف. فاطمة الزهراء إذا سمحتي رفعي الصوت ديالك شوية أكثر باش نسمعوك مزيان. دابا دابا أحسن، تفضلي. كتعصب بزاف وداك على التنصيب. هذه الأم ديالك؟ أه نعم. الوزن ديالها عافاك؟ الوزن ديالها 73. شحال عندها في الطول؟ متر وسبعين. متر وسبعين. طيب شنو المشكل دابا؟ شنو السؤال ديالك بالضبط فاطمه الزهراء؟ بنعرف كيفاش. نعم نعم فاطمه الزهراء، شنو السؤال؟ شنو بغيتي تعرفي؟ كتعرفي على طونسيون وكتعرفي بزاف، ما بغاش اسم ديالك بزاف. شنو كيفاش تتعاملي معاها ولا شنو الماكله ديالها كيفاش خصها تكون؟ كيفاش تتعامل معاها؟ واخا فاطمه الزهراء. شكرا. واخا انا طبعا هو هذا الامر ربما هو نفسي اكثر مما هو عضوي في التعامل مع الشخص اللي كيكون شويه يعني مصاب بامراض اللي كتاثر، هي عضويه ولكن كتاثر على الحاله النفسيه ديالو. نمشيو ناخذوا غنرجعوا ان شاء الله لهذه النقطه فاطمه الزهراء. نتمنى انا استاذ محمد الحليمي تكون عنده شي نصيحه يقدمها لك ان شاء الله مع الام ديالك. ناخذوا ليلى معنا من العاصمه الرباط. اهلا وسهلا بك ليلى. ليلى. السلام عليكم. وعليكم. إلا سمحتي ليلى الراديو اللي فايتو اختي فايتو. أنا عافاك فايتو. مرحبا. كيداير اختي لاباس؟ الحمد لله ليلى. أهلا بس. عافاك بغيت نسول سي حليمي. نعم. نعم. أنا بعدت عن بغيك بزاف أستاذ. ربي يخليك. الله يحماق عليك، الله يخليك وليداتك. ربي يخليك. شكرا. أنا غليظة. كنوزن كنت كنوزن 135. نعم. طيحت 15 كيلو بقات لي 120. شحال الطول ديالك عافاك؟ نقول لك متر وستين وشي حاجه. داكوغ. وبغيت نقول لك الحميه اللي تندير انا، ولكن عطاني دكتور عام ماشي. نعم تفضل. الصباح تناكل طريف ديال الخبز ديال الشعير وشويه الزيت وكاس ديال النعناع بلا سكر بلا حتى شي حاجه. نعم. في الغداء تناخد خضره مفوره مع شويه اللحم ولا شويه دجاج. علاش مفوره؟ شنو المشكل ديال المرقه؟ ما تنديرش انا المرقه حيت مع قلت غليظه بزاف ما. داكوغ داكوغ. وفي الليل تناخد صوبه صافي، وما تناخد لا كوتي لا والو، وكنشرب الماء بزاف حتى ثلاثه. شحال من وجبه عندك في اليوم؟ تناخد ثلاثه. نعم. شنو نوع الحركه ديالك؟ وكنتمشى كندير ساعتين في الصباح، كنت كندير ساعة ودابا وليت كندير ساعتين. كتعيا في ذاك ساعتين بزاف؟ كنعيا ملي كنجري، دابا قال لي الطبيب ما تبقاش تجري. داكوغ، ما عندك مشكل في المفاصل لا؟ لا ما عندي حتى شي حاجة، درت التحاليل ديال السكر ديال الكوليسترول، ما عندي لا فقر الدم ولا حتى شي حاجة الحمد لله. هي محيدة المرارة. داكوغ ماشي مشكل. داكوغ غنجاوبك. شكرا سيدي على خفتك، الله يعاونك على العفاف. شكرا لك ليلى، توصلتي معنا من العاصمه الرباط. بالنسبه شي نصيحه نقدموها لفاطمه الزهراء، توصلت معنا من مراكش استاذ محمد الحليمي. الام ديالها عندها مشكل لارتفاع الضغط الدموي، كنعرفوا الكثير من الناس لما كيكون عنده مشكل صحي كيأثر على النفسيه ديالو، فالتعامل مع المحيط مع الوليدات ربما مع الاصدقاء مع الجيران كيتغير. غنرجعوا لهذه النقطه معك استاذ محمد الحليمي، لو سمحتي بقوا مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده، خليكم معنا. على من راديو الاذاعه القريبه منكم. رجعنا باش نوصلوا دائما حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. كنا توقفنا في سؤال ديال فاطمه الزهراء من مراكش، الا سمحتي استاذ محمد الحليمي هذه النصيحه نقدموها لها. نعم، اولا بالنسبه للبسيكوسوماتيك يعني العلاقه بين النفسيه وبين الجسد، علاقه وطيده. الجسد كيعطي النفسيه والنفسيه كتعطي بهذا المفهوم هذا، يعني لا فرق. ناقش الانسان عنده ثلاثه ديال، عنده الشق الروحي والشق الجسدي والشق النفسي.
داكوغ. الوغ الشق الروحي كيتغدى بواحد الايمان وبالصلاه وبالانسان الله يعبد الله سبحانه وتعالى داكوغ. الوغ الجانب النفسي يتغدى بتكون واحد الترفيه، لان الناس اولا هاد السيده كان يعني واحد مساله مهمه جدا. الناس الكبار شوف سبحان الله تعالى، الناس الكبار تصور هاد السيده في هذا العمر هذا وعندها تقريبا 27 كيلوغرام بار متر كاري في الام سي ديالها، يعني شوف واخا وصلت لهاد السن يلاه في الزياده في الوزن، وهاد الزياده غتكون عاديه بحكم السن، يعني ما وصلتش لذاك الدرجه. كاين الناس اللي دابا اللي في عمره 18 عام و16 عام وعندهم واحد الوزن مفرط، هاد الناس الكبار كانوا كيتهتموا بالصحه ديالهم. وبالتالي قلت انا بالنسبه للجانب النفسي عند الناس اللي كيكونوا كبار خاصهم يحسوا شويه بالاهتمام، داكوغ؟ كيكون شويه واحد ما كيكونش واحد الاهتمام ماشي مادي، هما خصهم اهتمام معنوي ويكون واحد شويه ديال الترفيه. انا وغنى اللي غنصح الاخت انه الام ديالها يجلسوا حداها وليداتها، يناقشوا معاها، يدردشوا معاها، مره مره يخرجوها شويه باش يكون واحد شويه ديال الاهتمام ويكون الترفيه، تخرج الدور تشوف الحياه، تشم شويه الهواء. لحقاش الناس هادو محتاجين هاد المسائل هادية باش انها ما تكونش واحد العصبيه، وندخلوا معاهم في واحد النقاش ونشاركوهم، لان هاد الناس بعض المره كتقول لك كيقول الوالد ديالو لا انت خليك ما فهمتش غير ارتاح مع راسك ما تدخلش راسك هاد المشاكل. لا، الناس الكبار كيحتاجوا لهاد المسائل هادي، دخلوهم معاكم في النقاش، عندهم داك لاساجيس، عندهم داك الحكمه، شاركوا معنا شويه الترفيه، نخرجوهم شويه في وجوه، واكيد انها غتحس بواحد التحسن. بالنسبه للحاله ديال ليلى من الرباط، عطاتنا فكره على ثلاثه ديال الوجبات اللي كتاخذ. كان الوزن ديالها 135 كيلو، يعني قالت انا نزلت 15 كيلو، الوزن ديالها الحالي هو 120 كيلو. نعم، هنا غادي نحلوا واحد القوس كبير. واحد القوس كبير شنو هو؟ هو عدد الوجبات في اليوم. يعني عدد الوجبات، والسمنه كاين الحل ديالها في القران. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. يعني هاد الترتيب هذا كامل. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. الى حاولنا نحلوا هذه الايه غادي نلقاو الحل. شنو هو الحل؟ خمسه الوجبات في اليوم. واحد عنده نحافه، عنده سكري، عنده سمنه، عنده ارتفاع الضغط، خاصو خمسه الوجبات في اليوم. داكوغ؟ هادو العدد ديال الوجبات. علاش؟ هذا هو السؤال المطروح. علاش؟ الانسان عنده ما يسمى معدل حرق الجسم، لو ميتابوليزم دو باز. شنو هو؟ هو داك الطاقه اللي كيحتاجها باش الاعضاء ديالو تخدم، باش الرئه ديالو تخدم، باش جميع الاعضاء تخدم في حاله راحه. داكوغ؟ الوغ حنا شنو كنديرو؟ الحاجيات ديال الانسان كتعلق بالحركه ديالو، كنشدوا الميتابوليزم ديالو اللي هو ضروري خاصو ياخذو. هنا الناس اللي كيعطيو الكميات القاسيه كنهبطوا تحت الميتابوليزم، وهذا هو الخطا. الوغ لما كنهبطوا تحت الميتابوليزم كيولي واحد شوت ليبر. الوغ الناس في الاسبوع الاول، الثاني، الثالث، الرابع كتكون فرحه عارمه. علاش؟ لان نقصوا الوزن. واقول انا القاعده الذهبيه، الدهون ما كتهبطش بسرعه. داكوغ؟ الوغ شنو كيوقع هنا؟ الناس كيمشي لهم سكون ابل حنا الجليكوجين، هو المخزون في الكبد وفي العضلات ديال الطاقه. كيفرح من بعد الاسبوع الخامس السادس كتوقع له ازمه نفسيه. علاش؟ لان الوزن ما كيهبطش. وهذا الشيء هذا باش نقول انا المستمعين، كاينه واحد البرامج التلفزيه تتحدث على انقاص الوزن بواحد الطريقه، خص هاد الناس يعطيوناش ذاك الناس شنو وقع لهم، ماشي غير نقولوا راه حنا نقصنا لهم الوزن. انا اختصر، الناس هادو ردوا الوزن اكثر، مفعول يويو، ردوا الوزن على الجسم، عنده واحد الوزن كي عنده وسائل دفاع. الوغ انت عندك 100 كيلو، نقصتي الوزن بواحد الطريقه سريعه جدا، اكيد ان الجسم غيرد 120 كيلو. والجسم بحالاش؟ بحال واحد الشخص مثلا، واحد الدريري صغير عنده مثلا خمسه ديال اللعبات، ولا نقولوا 10 ديال اللعبات. لما كتاخذ له لعبه ما كيردش البال. داكوغ؟ لما ناخذ له وحده ما غاديش يرد البال. علاش؟ لان خدينا غير وحده، واحد على 10. داكوغ؟ لما كناخذوا النص اكيد انه غادي يرد البال. هكا الجسم ديالنا، الجسم ديالنا خصنا ناخذوا له 3 كيلو 4 كيلو في الشهر، لا اقل ولا اكثر. داكوغ؟ الوغ بالنسبه للاخت قالت انها كتاخذ ثلاثه الوجبات، خصنا خمسه الوجبات في اليوم. لما اقول وجبه باش كناخذ واحد الفاكهه، هذه وجبه. نعطي مثال، الفاكهه تقريبا مثلا ناخذوا موز مثلا، البنان موزه فيها 90 80 سعره حراريه. واقول انا اخصائيين في التغذيه عندهم درايه تامه بالسعرات الحراريه، على عكس بعض الناس. لحقاش احنا ضروري خاص الشخص يكون كيعرف السعرات الحراريه في جميع الاغذيه. داكوغ؟ الوغ الموز مثلا فيه 90 سعره حراريه، 80 90 سعره حراريه. لما كيدخل الجسم في الحق ديالو، في الميتابوليزم ديالو، وفي الامتصاص ديالو،
كيستهلك تقريبا 160 حتى 200 سعره حراريه. الوغ شنو كنكونوا؟ كنكونوا استفدنا من الحرق ديال الجسم ديالنا، علاش؟ لان الجسم هو هو مصنع، واخا ما نشبهوش بهذا المصطلح ولكن عارفش نبسطو، هو مصنع في الجسم ديالنا. خاصنا الوغ كنستافدو حنايا، الوغ كنعطيو سعرات حراريه وكنستهلكو اكثر من ديك السعرات الحراريه. الوغ شوف الوجبه مثلا كولاسيون ديال 10 الصباح كناخذوا مثلا واحد الفاكهه، وشوف شنو كيوقع الانسان. عكس واحد مثلا الحلويات المصنعه ولا هذه كتكون السعرات اكثر. هاد لي ديتاي هما اللي بغيت انا المستمعين الكريم يعرف. الوغ خمسه ديال الوجبات في اليوم كتنقص الوزن اكثر من ثلاثه ديال الوجبات، واللي كياخذ خمسه ديال الوجبات كينقص الوزن اكثر من وجبه في اليوم. علاش؟ لان كاين هذا معدل حرق الجسم ديالنا. الوغ لما كنهبطوا تحت المعدل الحرق، الجسم عنده وسائل دفاع كيمشي ما كيبقاش يحرق، كتولي عندنا واحد التوازن بين ما يبدده الجسم من طاقه وما ياخذوه، بالتالي كتولي عندنا مشاكل. الوغ واحد النقطه مهمه هي مساله الرياضه، ممارسه الرياضه. الاخت انا قالت كتمارس ساعتين ديال الرياضه.